بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم في الجزء الثالث من شابتر 3 فلويد ستاتكس من كورس الفلويد ميكانيكس. إن شاء الله النهاردة هنغطي الجزء رقم 3 اللي هو ميجرينج بريشر، إزاي نقيس الضغط. وهنتكلم فيها الحقيقة عن 3 نقط أساسية. النقطة الأولانية اللي هو الضغط الجوي وإزاي بنقيسه، النقطة الثانية الجيج بريشر وإزاي بنقيسه، والنقطة الثالثة المانومترز اللي هي بتستخدم برضو لقياس الضغط أو فرق الضغط بين نقطتين. هنبدأ بالضغط الجوي. عشان نقيس الضغط الجوي عندنا الجهاز اللي بيقيس الضغط الجوي عموما اسمه باروميتر، يعني كلمة باروميتر ده اللي هو الجهاز بيستخدم لقياس الضغط الجوي. هعرض مع حضراتكم أو هوري حضراتكم نوعين من الباروميتر. أشهر باروميتر وأقدم باروميتر هو الميركري باروميتر اللي هو عمله تورشيلي. تورشيلي عمل إيه؟ جاب مخبار من الزجاج وملاه بالزئبق، وجاب هنا ريزرفوار كبير أو مخزن كبير للزئبق، وبعدين قلب المخبار الزجاج ده للاسفل لغايه ما شاف ان عنده سطح الزئبق بيقف عند حد معين. تورشيلي عاد تجربه كتير ولقى ان البريشر بتاع الاتموسفير اللي هو بيقيسه دايما بيتراوح حوالين 760 ملي متر زئبق. ساعات يبقى اعلى ساعات يبقى اقل، ولكن في النهايه هو حوالين 760 ملي متر زئبق، فاستنتج من كده ان الضغط الجوي بيساوي 760 ملي متر زئبق. طيب هو ليه تورشيلي لما لقى عمود الزئبق هنا 760 قال ان هو ده قيمه الضغط الجوي؟ لان الحقيقه هو ساوى البريشر 1 بالبريشر 2، فقال بي 1 بتساوي بي 2، بي 2 هي الضغط الجوي، بي 1 دي نتيجه عمود الزئبق اللي موجود زائد الروجي زائد الفيبر بريشر اللي موجود فوق. ولكن عشان تورشيلي كان بيشتغل بالزئبق والزئبق الفيبر بريشر بتاعه تقريبا بيساوي صفر عند الروم تمبريتشر حوالي 0.24 باسكال، تقريبا صفر جنب طبعا الضغط الجوي اللي هو 10 اس 5 باسكال. فعشان كده تورشيلي افترض ان الفيبر بريشر هنا بيساوي صفر، وافترض ان البي اتموسفير هو الروجي اتش بتاعت الزئبق، وقدر يقول ان هي 760 ده الضغط الجوي عند سطح البحر. في الواقع الضغط الجوي بيتراوح ما بين 670 و800 ملي متر زئبق، ده تقريبا الضغط الجوي على سطح الكره الارضيه بيتراوح في الرينج ده. طبعا احنا عارفين ان احنا لو عندنا مكان فيه ضغط منخفض او ضغط جوي منخفض بتلاقي الرياح بتتجه اليه من الاماكن اللي فيها ضغط جوي مرتفع. فالحقيقه استخدموا الطريقه دي العلماء من ايام تورشيلي في القرن ال 17، بداوا يستخدموا الطريقه دي عشان يشوفوا او يعرفوا الرياح هتبقى ماشيه ازاي. وبداوا فعلا يشوفوا لما يعرفوا ان لما الضغط الجوي بتاع المنطقه او المدينه بينقص جامد معنى كده ان في رياح هتيجي على المدينه، ولما الضغط بيعلى معنى كده ان المدينه هتبقى الجو فيها مستقر ومفيش اي رياح بتعكر صفو الناس اللي عايشه فيها. طيب هو ليه تورشيلي يشتغل بالزئبق؟ الحقيقه لثلاث اسباب او السببين الرئيسيين. السبب الرئيسي الاولاني ان الدنسيتي بتاعت الزئبق عاليه جدا، احنا بنتكلم في 13600 كيلو جرام لكل متر مكعب، فده بيخلي ارتفاع عمود الزئبق هنا اهو 760 ملم بس، يعني حوالي 75 76 سنتي، تقدر تعملهم في تجربه في المعمل مفيش مشكله فيهم. النقطه الثانيه ان الزئبق عند الروم تمبريتشر الفيبر بتاعته بتساوي زيرو، فكان اللي فوق ده فراغ فمش هيأثر على الضغط اللي انت بتقيسه خالص، فانت مش قلقان من قصه الفيبر بريشر اللي موجود فوق ده. طبعا في مشكله في الزئبق ان الزئبق ماده سامه، وعشان كده الحقيقه تم منعه في اوروبا من اعتقد 2007، تم منع استخدام الزئبق في اوروبا. والحقيقه لو حد بيستخدم المانومتر الزئبقي او الترمومتر الزئبقي لازم يستخدمهم بعنايه كبيره عشان ما يتاثرش بالسميه بتاعه الزئبق. طيب في عندنا انواع تانية من البارومترز. في بارومتر مشهور جدا الحقيقه بنستخدم لحد النهارده اسمه اندرويد بارومتر. الاندرويد بارومتر ده فكرته ايه؟ فكرته ان هو عنده هنا تشامبر مفرغه فاكيوم معموله من المتر اللي هي التشامبر الموجوده هنا اهو دي، تمام. التشامبر دي بتتربط عندها السطح بتاعها الخارجي الفوقاني ده عباره عن دايفرام قابل للحركه شويه نتيجه الضغط الجوي. لو الضغط الجوي عالي يضغط على السطح ده فينزل لتحت شويه، فيبدا الليفر او الدراع بتاع السي ده يتحرك شويه ينزل لتحت. فلما الدراع بتاع السي ينزل لتحت تلاقي البوينتر او الدي بدا يتحرك لتحت، فيديك يغير البريشر بتاعه. فعلى حسب الضغط الجوي سطح الشامبر بتاعت الفاكيوم دي بتطلع تنزل لتحت او تطلع لفوق، نتيجه الحركه دي نقدر نعرف الضغط الجوي بيساوي كام. طيب الاندرويد بانومتر الحقيقه بيقيس الابسوليوت بريشر، ابسوليوت اتموسفيريك بريشر. لازم تعمل له كالبريشن كل فتره، حوالي كل سنه لازم تعمل له كالبريشن عشان تطمن ان هو بيعرف يقيس الضغط كويس، تطمن ان ما حصلش ارتخاء
او تغيير في الفوليوم بتاع الفاكيوم شامبر دي ما حصلهاش مشاكل ولا حاجه زي كده، فالكاليبريشن بتعمل دوري. طبعا حجمه صغير جدا، ممكن يتمسك في الايد، يعني انت بتتكلم في حجم قد حجم الساعه تقريبا، حجمه صغير جدا بالنسبه للميركوري بارومتر، وما فيهوش اي مشاكل ولا اي خطوره. وطبعا ممكن برضو يقيس الكلام ده ديجيتال، يعني ممكن نوصله بكمبيوتر ونقيس الكلام ده ديجيتال ونسجله، بعكس طبعا الميركوري بارومتر. طيب الشكل بتاعه عامل ازاي فعلا؟ ده شكل احد الاندرويد بارامترز اللي موجوده مستخدمه، وهنلاقي هنا ان هو عنده بيقيس بحاجتين الحقيقه. الارقام اللي هي 28 29 30 31 دي عباره عن انش زئبق، والارقام الداخليه اللي هي 1000 و 1060 و 1010 و 1900 و 960 والكلام ده اللي هو ملي بار. فده بارومتر اندرويد بيقيس بوحدتين لقياس الضغط الجوي. الاندرويد بارومتر طبعا يتميز برضو ان هو بيستخدمش زئبق، فما فيهوش مادة سامة، ما فيهوش خطورة من استخدامه. وعندنا الحقيقة في الماركت او في السوق لو عايز تشتري بارومترز، في انواع كتير من البارومترز، في انواع حديثة بتشتغل ديجيتال خالص، وفي انواع اقدم شوية، ولكن اشهرهم في الحقيقة هو البارومتر الزئبقي والاندرويد بارومتر. نبدأ نتكلم على قياس الجيج بريشر، ازاي بقيس الجيج بريشر، وهناخد الحقيقة تلات اجهزة لقياس الجيج بريشر. الجهاز الاولاني هو بوردون جيج. بوردون جيج ده عبارة عن زي ما احنا شايفين كده انبوبة، الانبوبة دي فيها شوية الاستيسيتي، فيها مرونة، بتتوصل بالهواء او بالحاجة اللي انا عايز الضغط، عايز اقيس الضغط بتاعها، يدخل الغاز بتاعي جوه الانبوبة دي، كل ما ضغط الغاز يزيد هتلاقي الانبوبة دي تتفرد، كل ما ضغط الغاز يقل هتلاقي الانبوبه دي بتلم نفسها. الانبوبه دي تفرد او تلم نفسها تاثر من السلك اللي مربوط بيه البوينتر ده، فالبوينتر بتاعك يتحرك وتعرف الضغط بتاعك بيساوي كام. فكره الاندرويد بارومتر هي بالظبط الفكره بتاعه الصفاره اللي احنا كنا بنلعب بيها واحنا صغيرين. لما تنفخ حضرتك في الصفاره دي بتعلي الضغط جوه الصفاره فتتفتح. شلت خلصت النفخه بتاعتك تلاقي الصفاره لمت نفسها. هي نفس الفكره بالظبط بتاعت الاندرويد بارومتر، والاندرويد بارومتر بيتركب على التنكات والفيسلز عشان يقيس الضغوط جواها. فاحنا بنركبه، ده الاندرويد بارومتر بيتركب على التانك، بيتربط من الحته دي، الحته دي هي اللي بتربط جوه التانك، سواء بتتربط او بتتركب بفلانجات، بتتربط جوه التانك عشان يعرف الضغط جوه الكولوم او جوه التاور او جوه الرياكتور قيمته بتساوي كام. دي اشكال الاندرويد بارومتر الحقيقيه. ده اندرويد بارومتر من الظهر بتاعه، دي اللي هي الالاستيك تيوب، دي معموله هنا من المعدن من النحاس، ممكن تعمل من النحاس من الالومنيوم، احيانا بتعمل من الرابر، بتعمل من اشياء كتير يعني ماتيريالز كتير. وده شكله من قدام في قياس الجيج بريشر. خلي بالك الاندرويد بارومتر بيقيس فرق الضغط ما بين السائل او الفلويد اللي موجود جوه الانبوبه والضغط الجوي، هو بيقيس الجيج بريشر. طيب ايه المزايا وايه العيوب بتاع البوردون جيج؟ البوردون جيج سعره صغير، تقدر تعتمد عليه بسهوله وسهل ان انت تركبه، وموجود لرينجز كتير، يعني افيلابل ان ديفرنت بريشر رينجز. يعني ايه؟ يعني يقدر يجيب مثلا تشتري بوردون جيج عشان يقيس واحد اتموسفير الماكسيمم بتاعه، ممكن تقيس واحد يشتري اثنين، ممكن تقيس واحد يشتري زي ما احنا شايفين هنا 10 بار. تمام. البوردون جيج حضرتكم بتشوفوه اللي هو بيستخدم لقياس الضغط بتاع الكاوتش بتاع السيارات. حضرتك وانت بتملى السياره بالهواء بتروح تقيس الضغط بتاعك، ضغط السياره بيبقى بال 32 او بال 30 او 34، 34 و 32 والكلام ده ايه؟ الكلام ده بي اس اي جيج، فالضغط الموجود في الكاوتش بتاع السياره بيبقى مثلا في حدود ال 30 بي اس اي جيج، يعني 3 اتموسفير ابسوليوت. طب ايه عيوب البوردون جيج؟ عيوب البوردون جيج ان انت لا صعب ان انت تقيسه بدقه عاليه، لان المؤشر بتاعه بيتحرك طلوعا ونزولا، في ذبذبه خفيفه كده ممكن تكون موجوده فيه. الاكيورسي بتاعته مش عاليه لو انت ما اشتغلتش، لو ما كنتش اشتريت البوردون جيج المناسب. يعني حضرتك اشتريت بوردون جيج عشان يقيس زي اللي قدامنا ده بيقيس 10 بار، وعايز تقيس بيه 1 بار الدقه بتاعتك هتبقى وحشه جدا، عايز تقيس 2 بار هتبقى الدقه بتاعتك وحشه جدا. فلما تشتري بوردون جيج 10 بار زي كده، يبقى انت طبيعي ان الضغط اللي انت متوقعه يبقى 7 8 بار، فيبقى الايرور بتاعك صغير، لكن لما تقيس ما تقيسش بيه 1 بار. فلو انت متوقع ان الضغط بتاعك هيبقى في حدود 1 او 2 بار، هات بوردون جيج بيقيس 2.5 3، بحيث يبقى المؤشر بتاعك كبير فيبقى عندك الايرور بتاعك صغير.
وطبعا البورد انجيج لازم يتعاير برضه، يعمل له كاليبريشن كل فتره والتانيه عشان تطمن ان هو بيقيس ضغط صح. والمشكله التانيه ان هو لو الضغط بتاعه عالي عن ال 10 بار، يعني مثلا ده بيشتغل عند 10 بار وحضرتك عليت الضغط فوق ال 10 بار، البورد انجيج ممكن يتكسر عندك وممكن ما يشتغلش مره تانيه بدقه عاليه. فده اول جهاز اللي هو البوردون جيتش، ده مستخدم في الصناعه كتير جدا جدا جدا، ده الحاجه الاساسيه الحقيقه مستخدمه في الصناعه. عندنا جهاز تاني مستخدم في الصناعه كتير اللي هو البريشر ترانسديوسر او الدايفرام سيل. الدايفرام سيل زي ما حضراتكم شايفين كده اهو، بيبقى عندي زي اسطوانه، الاسطوانه دي في القلب بتاعها فيه دايفرام او فيه غشاء، الغشاء ده من المعدن، والغشاء ده فيه شويه مرونه. الغشاء ده هو اللي بيتركب جوه الفيسل، لو الضغط جوه الفيسل عالي يبدا يضغط على الغشاء ده، الغشاء ده يتحرك ويبقى عندي هنا هيدروليك اويل، زيت هيدروليكي. لما الغشاء ده يتحرك الزيت بيتضغط، فالزيت لما يتضغط تقدر حضرتك تقيس الضغط بتاعه بيساوي كام، تعرف ضغط الزيت جوه بيساوي كام، وعلى الاساس ده تقدر تجيب الضغط جوه الفيسل بيساوي كام. الضغط لما يعلى الدايفرام ده يتقوس لجوه فضغط الزيت يعلى، الضغط لما يقل الدايفرام ده يبقى يريح شويه ويتقوس لبره فضغط الزيت يقل، فتعرف ان الضغط قل او الضغط عالي عن طريق الدايفرام سيل. وطبعا ممكن يبقى عندك اثنين منهم زي السيستم ده كده اهو، عندك واحد تركبه فوق مثلا واحد تركبه تحت، فتقدر تعرف فرق الضغط ما بين فوق وتحت قد ايه، تقدر تقيس الديفرنشال بريشر. فلو عندك واحد بس تقدر تقيس بيه الجيج بريشر، لو عندك اثنين تقدر تقيس الديفرنشال بريشر بين نقطتين بسهوله جدا. الادفانتج والديس ادفانتج، المميزات بتاعته ان هو بيطلع لي ديجيتال سيجنال اوتبوت، اللي هي بتاعته ديجيتال هنا اهو، تعتمد عليه بشكل كويس جدا وسهل التركيب بتاعه، وبرده عنده بريشر رينجز كبيره. لما تيجي تشتري جهاز يقيس ضغط لازم تبقى عارف الرينج بتاعك كام، هشتغل ضغط تقريبا قد ايه عشان تشتري الجهاز بتاعك في الضغط المناسب. طيب عيوبه ايه؟ سعره اغلى شويه من البوردون جيج، ولازم برضه يتعمل له كاليبريشن كل فتره والتانيه، كل ست شهور او كل سنه لازم تعمل له كاليبريشن عشان تطمن ان هو بيقيس ضغوط مظبوطه. الجهاز الثالث اللي هنتكلم عنه في قياس الضغط الجيج هو البيزوميتر. البيزوميتر ده عباره عن انبوبه حضرتك بتوصلها للبايب، والليكود بتاعك بيطلع في الانبوبه دي، الليكود ده بيكون ستاتيك والبايب دي فيها بريشر، ففي عندك ليكود ماشي هنا اهو او فلويد ماشي هنا اهو، ليكود طبعا. الليكود ده طالما في انبوبه موجوده فبيطلع جزء منه جوه الانبوبه ويقف عند حد معين. لو انا عندي البيزوميتر ده عنده نقطه مشكله الحقيقه شويه، ان هو بيشتغل في الضغوط القليله فقط. فعشان هو بيشتغل في الضغوط القليله ما تقدرش الانبوبه بتاعتك دي ما ينفعش تبقى كبيره قوي، الانبوبه دي مثلا هيبقى طولها متر متر ونص، متر متر ونص، مترين بالكتير قوي، مترين ده رقم كبير الحقيقه على انبوبه زجاجيه. فحتى لو عملت طولها مترين فالمترين دول هيدوك ضغط قد ايه تقريبا، لو عندك ميه ماشيه يعني اهو المترين دول هيدوك ضغط حوالي 2 من 10 اتموسفير. احنا اتفقنا ان الضغط الجوي تقريبا 10 متر ميه، فال2 متر ميه دول هيدوك 2 من 10 اتموسفير، فانت بتقيس جيج بريشر صغير حبتين. طيب بيشتغل ازاي البيزوميتر ده؟ حضرتك لو جيت عملت بالانس ما بين الليكويد البريشر جوه والروجي اتش دي، هتعرف ان البريشر جوه الانبوبه بيساوي الرو اي في الجي في الاتش. لو جينا عملنا بالانس مثلا في الشكل الفوسط ده، الشكل الفوسط ده واضح جدا، لو جيت قلت ان البريشر هنا هو هيساوي البريشر عند النقطه دي لان هو نفس الليكويد متصل تمام، فالبريشر جوه هيساوي الروجي اتش عمود السائل اللي فوق. فعشان كده عمود السائل ده ما يقدرش يبقى كبير قوي. دي الحقيقه العيب الرئيسي في البيزوميتر. وطبعا ما ينفعش يشتغل غازات، لازم يبقى ليكويد، لو في غاز هنا هو الغاز هيطلع ويتسرب وخلاص مش هتعرف تمسكه يعني. فما يشتغلش مع الغازات، والمشكله بتاعته الرئيسيه ان هو بيقيس سمول جيج بريشرز. ايه المميزات بتاعته؟ ايه؟ سمبل، فيري سمبل. بيقيس مباشرة، مش محتاج أي أجهزة إضافية، مش محتاج كاليبريشن، ده هو بيقيس الارتفاع ده، على أساس الارتفاع ده حضرتك بتعرف الضغط جوه الأنبوبة بيساوي كام، الدقة بتاعته عالية جدا ما فيهوش أي مشكلة ومش محتاج أي حاجة، فهو أنت بتركبه ويقيس على طول. طيب خلينا نتنقل للكلام على المانوميترز. المانوميترز الحقيقة هي أجهزة كانت مهمة جدا في فترة من الفترات في الصناعة، لأن هي دي كانت أجهزة مستخدمة لقياس الضغوط وفرق الضغوط في الصناعة. ولكن المشكلة الرئيسية في المانومترز إن هي بتبقى معمولة من الإزاز زجاج، فاحتمالية إن هي تتكسر هتكون كبيرة قوي.
عشان كده ما عادتش بتستخدم، ولكن بتستخدم في المختبرات والمعامل لغايه النهارده. السمبل مانومتر عباره عن ان انا عندك مانومتر، عندك المانومتر ده اللي هو اليوتيوب، المانومتر دايما بيبقى فيه يوتيوب، واليوتيوب دي بيبقى فيها مانومتر ليكويد، بحط فيها نوع من السائل جوه اليوتيوب ده. المانومتر ليكويد بتاعي لازم في السمبل مانومتر يكون الكثافه بتاعته اتقل من الكثافه بتاعه الفلويد اللي ماشي جوه الانبوبه. الفلويد ده ممكن يكون ليكويد، ممكن يكون فيبر، يكون غاز، ما عنديش مشكله خالص. الفكرة بتاعتي هنا هو ان انا بقول ان الضغط عند نقطة 3 مثلا هنا هو هيساوي الضغط عند نقطة 2. الضغط عند نقطة 3 جاي من الضغط اللي جوه الانبوبة اللي هو هيساوي ايه؟ هيساوي بي 4، الضغط اللي جوه هنا هو زائد عمود السائل بتاع الانبوبة. فالضغط عند 3 هيساوي بي 4، بما ان حضرتك نازل لتحت هيبقى زائد جاما بتاع الفلويد اللي جوه الانبوبة مضروب في الارتفاع بتاع السائل هنا هو اللي هو ال. الضغط عند 2 هو البي اتموسفير زائد رو بتاعه المانومتر في الدلتا اتش، رو جي اتش او جاما بتاعه المانومتر في الدلتا اتش. من هنا ولو حضرتك حطيت الاتموسفيرك بريشر بصفر تقدر تجيب البي 4 جيج بتساوي كام. لو حطيت الاتموسفيرك بريشر بقيمته اللي هي مثلا 101.3 كيلو باسكال تقدر تجيب البي 4 ابسوليوت بتساوي كام بمعلوميه قرايه دلتا اتش. مجرد ان حضرتك تقرا دلتا اتش هتعرف ال بتساوي كام، وتقدر تعوض في المعادله دي عشان تحسب الضغط اللي جوه الانبوبه بيساوي كام. طبعا احنا ممكن نعمل اناليسس بشكل مختلف ده المقطع الافقي او المقطع المباشر للانبوبه اللي هو السايد فيو بتاع الانبوبه دي، نفس القصه بالظبط، ولكن انا هنا مديك 2 اتش حسب القرايه الجيفن حضرتك بتتعامل. يعني هنا برضو ده شكل تاني. هنا لو عندي المانومتر ارتفاعه في الانبوبه اللي متصله بالبايب، لو ارتفاع المانومتر هنا اعلى، يعني عندي سطح المانومتر سطح الليكويد في المانومتر اقل من السطح الثاني بتاع الليكويد المانومتر، يبقى عندي هنا فاكيوم بريشر، يعني البي اي اقل من الضغط الجوي. هتلاقي هنا ان بي اي بتساوي بي اتموسفير ناقص حاجه. لكن لو عندي ارتفاع الزئبق مثلا اللي هو موجود في المانومتر اعلى في السطح في الانبوبه المفتوحه على الاتموسفير، يبقى انا عندي الضغط جوه الانبوبه هنا اكبر من الضغط الجوي. هتلاقي هنا البي اي بتساوي بي اتموسفير زائد جاما ميركوري في اتش 2 اللي هي كبيره، او جاما مانومتر اللي هي كبيره ناقص جاما اي في الاتش 1 اللي هي اصغر. فتلاقي الضغط هنا اكبر من الضغط الجوي. فدي حاجة معلومة بس عشان حضرتك لما تشوف مسائل تبقى عارف ان انت لو عندك ارتفاع الزئبق في السطح في الانبوبة اللي مفتوحة على الاتموسفير واطي، يبقى الضغط هنا فاكيوم. لو ارتفاع الزئبق في الانبوبة دي مرتفع يبقى الضغط هنا اكبر من الاتموسفير. المانومتر ده زي ما قلنا يستخدم للليكوز والغازات، ولازم تبقى الرو مانومتر اكبر من الرو بتاعة الفلويد اللي ماشية جوه الانبوبة. والحاجة التانية لازم يكون قدر الامكان نان فولاتايل، ما يتطيرش بسهوله. من اشهر السوائل المستخدمه في المانومترز هو الزئبق والسي سي ال 4 الكربون تترا كلورايد. طيب ده المانومتر سيمبل. في عندنا مانومتر تاني اللي هو الديفرنشال مانومتر. الديفرنشال مانومتر بيقيس الضغط بين نقطتين، فاحنا هنا بنقيس الضغط مثلا ما بين الانبوبه A والانبوبه B. حضرتك دايما في المانومترز بتدور على الديتم بتاعك تاخده فين. يعني ايه ديتم؟ الديتم ده اللي هو عنده البريشر متساوي. الديتم عشان تاخده لازم بتاخده في نقطه يكون عندك نفس الليكويد متصل موجود فيه. يعني هنا عندي ليكويد متصل تحت الديتم، او ماخد البي 1 بتاعتي والبي 2 او الديتم بتاعتي اخده هنا من النقطه دي، هقدر اقول ان بي 1 بتساوي بي 2. بي 1 بتيجي منين؟ بتروح لاول الخط، تروح لبي اي، فبي 1 هتساوي بي اي تنزل لتحت زائد جاما في اتش 1. طب بي 2 هتساوي كام؟ هتساوي بي بي زائد جاما بي في اتش 3 زائد جاما بتاعت المانومتر في اتش 2. فيطلع عندك المعادله بتاعت المانومتر البالانس بتاع البريشر بيساوي الكلام ده. من مهارات الحل بالمانومتر ان حضرتك تعرف تختار الديتم بتاعك فين. اوعى حد يجي يحل مساله زي كده مثلا ياخد الديتم بتاعه في النقطه دي. ما ينفعش، لان النقطه دي عندي هنا زئبق او عندي هنا الليكويد بتاع المانومتر، وهنا عندي الليكويد A. النقطة دي مش نفس الليكويدز، ما اقدرش اقول ان البريشر هنا بيساوي البريشر هنا. فالديتم بتاعي باخده فين؟ باخده عند اخر نقطة يكون فيها نفس السائل متصل موجود في النقطتين، بي 1 و2 يبقى نفس السائل ومتصل، تمام؟ وباخده عند السطح الفاصل ما بين السائل ده والسائل التاني، أو السائل ده والغاز التاني. طيب ده ديفرنشال مانومتر عشان يقيس الفرق البريشر ما بين انبوبتين، فرق الارتفاعات بينهم زي ما احنا شايفين. انا ممكن استخدم ديفرنشال مانومتر عشان اقيس فرق البريشر عند الاورفيس ميتر،
الاورفيس ميتر ده هناخده قدام شويه. ده احد الاجهزه اللي بتستخدم عشان تقيس الفيلوستي او تقيس الفوليومتريك فلو ريت جوه البايبس بتساوي ايه. بخنق الفلو في نقطه معينه عند الاورفيس، وعشان انا خنقت الفلو الضغط عند نقطه بي بيبقى اقل من الضغط عند نقطه ايه. فحضرتك من قرايه الاتش اللي هنا دي تعرف تجيب بي بي ناقص بي اي دلتا بريشر. الدلتا بريشر هيساوي الفرق ما بين جاما ام ناقص جاما بتاع الفلويد اللي جوه مضروب في الاتش. برضو هنا خدت الداتم بتاعي عند نقطتين، النقطتين دول هما واحد واثنين لازم يكونوا متصلين بنفس الفلويد. حضرتك مهم قوي تاخد الداتم بتاعك صح. عندنا مانومتر تاني، لو حضرتك عندك الانبوبه دي مايله، لو الانبوبه دي مايله بالمنظر ده نفس القصه بالظبط. هاخد الداتم بتاعي فين؟ هاخد الداتم بتاعي في الحته دي في المنطقه دي كده اهو، تمام. هيبقى النقطه دي الضغط اللي هنا بيساوي الضغط اللي هنا، واحل بالقصه دي نفس الطريقه بالظبط. ممكن نحل بقى بشكل تاني خالص المانومترز، يعني عندنا طريقه الديتم زي ما حلينا الاثنين دول، لكن عندنا شكل تاني خالص للمانومترز ممكن نستخدمه. انا ممكن اقول ان الضغط عند نقطه 2 جاي اصلا منين؟ جاي من الضغط عند نقطه 1. ما هو الضغط عند النهايه، يعني ممكن اقول ان بي بي جايه من بي اي، هقول ان بي بي بتساوي بي اي زائد ناقص شويه حاجات. طب زائد ناقص ايه بقى؟ خلينا نعملها هنا اهو، هقول بي 2 بتساوي بي 1، واتحرك بقى من عند بي 1 لغايه ما اوصل لنقطه 2، تمام. فبي 2 هتساوي بي 1 زي ما احنا شايفين كده اهو، هنزل لتحت هجمع، هطرح لفوق، هطلع لفوق هطرح، هاجي من نقطة 1 هنزل لتحت دلتا واي في جاما اي هتبقى بالموجب لان انا نازل لتحت الضغط بيزيد. هنزل تاني مسافة دلتا اتش في نفس الفلويد اللي هي ايه، هيبقى زائد جاما اي في دلتا اتش، تمام. وصلت للنقطة اللي هي الداتا من الاصل بتاعي اللي هي الضغط هنا بيساوي الضغط هنا، خلاص دول هنعدي منهم، هقول الضغط هنا وهو الضغط هنا. من النقطة دي حبد اطلع لفوق مسافة دلتا اتش في المانومتر، هيبقى جاما ام في دلتا اتش بالسالب عشان انا طالع فوق. من النقطة دي هطلع لفوق لغاية نقطة 2، هطلع الأول دلتا واي في جاما اي، وبعدين أطلع مسافة زد 2 ناقص زد 1 في جاما اي، يبقى ناقص دلتا واي جاما اي ناقص جاما اي في زد 2 ناقص زد 1. هنلاقي هنا إن جاما اي في دلتا واي بتروح مع جاما اي دلتا واي، أقدر أجيب الدلتا بريشر اللي هو بي 1 ناقص بي 2 بتساوي جاما اي في زد 2 ناقص زد 1 زائد جاما ميركل ناقص جاما اي في دلتا اتش. الكلام ده طبعا نجيبه من المعادله بتاعتنا اللي فوق دي، فاقدر اجيب الفرق ما بين بي 1 وبي 2. نقطه مهمه الحقيقه في المانومترز برضو البيزومتريك بريشر او فرق البيزومتريك بريشر، لان بعض الاحيان بيسال عنها في المسائل. فلو انا عايز اجيب فرق البيزومتريك بريشر هنا هقول ان هو بي زد 1 ناقص بي زد 2. البي زد 1 هو البي 1 زائد جاما اي في زد 1، والبي 2 هو بي زد 2 هو البي 2 زائد جاما اي في زد 2. فهتلاقي حضرتك ان جاما بي 1 زائد جاما اي في زد 1 ناقص بي 2 ناقص جاما اي زد 2، دي هتلاقيها راحت الناحيه الثانيه بقت دلتا بي زد. فبقى دلتا البي زد البيزومتريك بريشر هي الترم ده بس، الجاما ام ناقص جاما اي في الدلتا اتش. لو حضرتك عايز تجيب البيزومتريك بريشر في المساله دي هنعملها ازاي؟ هنقول البيزومتريك بريشر عند نقطه ايه هو بي 1 زائد جاما اي في زد 1. البيزومتريك بريشر عند نقطه بي هو بي بي زائد جاما اي في زد بي. زد واحد وزد اي وزد بي هنا هو هما نفس القيمه، هيطيروا مع بعض، فهيتبقى عندك الدلتا بي هي الدلتا بي بيزومتريك برضو. نفس القصه لو عايز تجيب هنا البيزومتريك بريشر هتقدر تجيبه، ما فيهوش اي مشكله. وطبعا كل المانومترز دي الديفرنشال مانومترز تشتغل للليكويدز والغازات، ما عنديش اي مشكله. نيجي لبعض الكيسز الغريبه شويه في المانومترز، والحقيقه اللي هي بتظهر في المسائل بس عشان نتاكد ان حضرتك بتعرف تشتغل مانومترز. في عندنا حاجه اسمها انفرتد مانومترز، مانومتر مقلوب. المانومتر المقلوب ده ايه حكايته؟ بيبقى عندي المانومتر بدل ما هو نازل لتحت اليوتيوب لتحت، لا المانومتر هنا اليوتيوب دي اللي باصه لفوق. فنفس القصه البي 1 والبي 2 او الديتم بتاعي هاخده فين؟ هاخده عند نقطه فيها سائل متصل واحدهم في سطح فاصل ما بين السائل ده والسائل الثاني. فيبقى عندي بي 1 هنا بتساوي بي 2. بي 1 بتساوي بي 2 يبقى بي اي ناقص جاما اي في اتش 1. بي اي بي 1 جايه منين؟ جايه من بي اي. هطلع لفوق تبقى ناقص جاما اي في اتش 1. وبي 2 جايه منين؟ جايه من بي بي. هطلع لفوق اتش 3 في الجاما بي، وهطلع لفوق اتش 2 في الجاما ام. يبقى عندي اتش 2 جاما ام بالسالب واتش 3 جاما بي بالسالب، لان هي اصل مصدر الضغط عندي بي بي. ده بيستخدم للسوائل فقط، ما ينفعش يستخدم للغازات. ولازم السائل اللي تحطه في المانومتر ده
يكون الدنسيتي بتاعته اقل من السائل بتاع ايه واقل من السائل بي، لان الدنسيتي بتاعته لو اعلى هينزل هو ويطلع بيه مكانه او يطلع ايه مكان، فلازم يبقى الدنسيتي بتاعته قليل عشان يعوم فوقهم. نيجي للشكل اللي جنبنا هنا اهو، ده دبل انفيرتد مانومتر. فانا عندي هنا مانومتر لفوق وهنا مانومتر لفوق وهنا مانومتر لتحت. ممكن بقى حضرتك تلعب فيه زي ما انت عايز خالص، يعني ممكن نلعب في المانومتر دي بالاشكال دي زي ما احنا عايزين خالص، وهتشوفوا في المزايا الكلام ده. الدبل انفيرتد مانومتر برضو نفس القصه كلها، بقول بدور على الديتم بتاعي. الديتم بتاعي هنا ممكن اخده في كذا نقطه، ممكن اخده زي ما انا عامل هنا اهو بي 1 وبي 2 ماشي، ممكن اخد النقطه دي والنقطه اللي جنبها الناحيه الثانيه لان هما اتنين متصلين من فوق بنفس السائل وعند نفس الارتفاع، فانا ممكن اخد نقطه واحد والنقطه دي مثلا ثلاثه، ممكن اخد النقطه اللي فوق دي والنقطه اللي جنبها هنا اهو. نقطه اساسيه في اختيار الديتم ان هو يكون نفس الفلويد، وباخده عند سطح فاصل اما هنا وهنا او 2 و1 زي ما هو هنا، او 1 والنقطه اللي هنا زي ما هي هنا. طب لو انا اخدت عند 1 و2، طب البي 1 جايه منين؟ البي 1 جايه من البي اي، هطلع لفوق يبقى هطرح ناقص جاما اي في اتش 1 وصلت نقطه ان هنا اللي هنا هي 1 خلاص، ما هنا عندي فوق هو هو نفس الليكويد تمام. يبقى بي 1 هتساوي بي اي ناقص جاما اي في الاتش 1. طب بي 2 هتساوي ايه؟ هتساوي بي بي ناقص جاما بي في اتش 3 ناقص جاما بي اتش 2، وصلت للنقطه دي هي النقطه اللي فوق، زائد جاما ميركري في اتش 2، يعني يبدا من نقطه بي لغايه ما اوصل لنقطه 2. فبي بي هتبقى ناقص جاما بي اتش بي بي ناقص جاما بي اتش 3 زائد اتش 2 زائد، عشان دي نازل لتحت بقى المره دي، جاما ميركري في اتش 2. مهم قوي يا شباب نعرف ان احنا في المانومترز بطلع لفوق الضغط بيقل فبيبقى ناقص، بنزل لتحت الضغط بيزيد بيبقى بالموجب. حضرتك لو عايز تعمل بالطريقه اللي احنا عملناها قبل كده ممكن برضه، ممكن اقول ان بي بي هتساوي بي اي ماينس جاما اي في اتش 1، طلعت لفوق وصلت لحد نقطة واحد، نقطة واحد هي نقطة اتنين لغاية كل ده ما عملتش حاجة، النقطتين كل الخط ده نفس الضغط، الثلاث نقط دي نفس الضغط. بعد كده هطلع لفوق هتبقى ناقص جاما ميركري أو جاما مانومتر في اتش 2، وصلت للنقطة دي، هنزل لتحت هتبقى زائد جاما بي في اتش 2 زائد جاما بي في اتش 3 لغاية ما أوصل لضغط نقطة بي. فبي بي هتساوي بي اي ماينس ماينس بلس بلس تمام، ماينس هنا جاما 1 اتش 1 ماينس جاما ميركري اتش 2 بلس جاما بي اتش 2 واتش 3، وده يشتغل الغازات والسوائل ما فيهوش اي مشكله. نتكلم على نوع تاني من المانومترز اللي هو الانكلايند مانومترز. الانكلايند مانومترز هو مانومتر عادي خالص، ولكن انا بميل اليوتيوب بتاعتي ما بتبقاش راسيه، بميلها ليه؟ عشان يديني دقه اعلى في القراءه، بدل ما اقرا اتش 2 لا انا هقرا ال، فدقتي تبقى اعلى شويه. الانكلايند مانومتر هو نفس الفكره بالظبط، يعني لما قلت بي 1 وبي 2 بيساوي بعض، بي 1 هتساوي بي اي زائد جاما اي في اتش 1، بي 2 هتساوي اتموسفيريك بريشر زائد جاما المانومتر في اتش 2، اللي هي خلي بال حضرتك ان احنا دايما بناخد الارتفاع الراسي، ماليش دعوه بالميل، البريشر بيتاثر بالارتفاع بالعمود بتاع السائل اتش 2 تمام. فلو حطيتها هنا اهو هقول بي 1 بتساوي بي 2، بي 1 هي بي اي زائد جاما اي اتش 1، وبي 2 هي اتموسفيريك زائد جاما ام اتش 2. ولكن بدل ما تكون قرايتي هي اتش 2 لا انا هقرا ال، واقول ان اتش 2 هتساوي ال ساين ثيتا، فتديك دقه اعلى في القرايه. فالمانومتر ده الانكلايند مانومتر يستخدم لو الضغط عند ايه بيتغير تغير طفيف، ولكن التغير ده مهم. ففي الحاله دي الفرق بين القرايات لازم تكون دقتها عاليه، فبدل ما يكون مثلا الفرق بين اتش 2 المره دي واتش 2 المره الجايه 1 مللي، لا ده انا هكبرهم، انا هخلي الفرق 2 3 مللي لما اقرا ال، فيبقى الايرور بتاعك اصغر شويه في القراءه، ودي هنلاقي برضو عليه بعض المسائل. ده بيستخدم لو انت عندك جهاز الضغط بتاعه بيتغير تغير بسيط، ولكن التغير البسيط ده مهم جدا، وفي اجهزه فعلا موجوده كده. ففي الحاله دي بشتغل بالانكلايند مانومتر عوضا عن المانومتر الراسي، ولكن ناخد بالنا ان دايما البريشر هو جاما في العمود مش في ال ال، يعني الاتش 2 بتاعتي الجاما ام في اتش 2 ده الاصل بتاعي، والاتش 2 دي عشان احولها ال بضربها بخليها ال ساين ثيتا تمام. في عندنا ملاحظه مهمه جدا في المانومترز اللي هو ان الضغط بتاع الهواء دايما عمود الهواء مهمل، فلو عندي هنا هواء في الانكلاين مانومتر ده في هواء سوري في الديفرنشال مانومتر ده في هواء، فبقول ان بي 1 بتساوي بي 2. نقطة مهمة جدا، بي 1 بتساوي بي 2 على الرغم ان هما مش عند نفس الارتفاع، ليه؟ لأن فرق الارتفاع بتاع الهواء الجاما
في الجامعة بتاعت الهواء في الاتش بتبقى صغيرة جدا 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 جنب الجامعة بتاعت الليكودز. احنا عارفين ان الدنسيتي بتاعت الهواء او بتاعت الغازات حوالي 1 كيلو جرام لكل متر مكعب او 2 كيلو جرام لكل متر مكعب في الحدود دي، ولكن الدنسيتي بتاعت السوائل بنتكلم في الالف، ففرق الجاما كبير قوي. فعشان كده جاما الهواء مهملة تماما في المانومترز. فحضرتك لقيت ان هواء عند موجود عند ارتفاعات مختلفة، تقدر تقول ان الهواء البي واحد بتساوي بي اتنين وانت مرتاح تماما، هيبقى عندك بي واحد هتيجي من البي اي ماينس جاما اي في الاتش واحد، وبي اتنين هتيجي من البي بي ماينس جاما بي او رو بي في الجي في الاتش اتنين. فدي نقطة مهمة الحقيقة ناخد بالنا منها في المسائل. الهواء لما يبقى المنظر ده، بي واحد هنا بتساوي بي اتنين، مش ما فيش جاما هنا في الهواء، ما بستخدمهاش خالص خالص خالص. ان شاء الله الاكزامبلز الموجودة على الجزء ده هحلها وانزلها في فيديوهات تانية. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.